الرئيس يتمتع شعب السودان بممارسة حقه بحرية التعبير كما شاهدتم خلال الأسابيع الماضية والتي تعاملت فيها قوات حفظ الأمن والنظام وفق القانون، كما شكلت الدولة لجان تحقيق لبعض المخالفات المعزولة التي يجري التحقيق بشأنها، حيث نصت القوانين على إنشاء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والذي يتابع أداء الصحف وفق القانون وينسق مع أهل المهنة عبر الاتحاد العام للصحفيين. ونتيجة تطبيق هذا القانون فقد تجاوز عدد الصحف اليومية في بلادنا 43 صحيفة.